انت يلا ما خسرنا شيء. خليني اخذ رايك انت يا نيز في الوجهه نتاع وجدي كشريده. البارح في الليل كان تم الاعلان من غرف على انه باش يكون في الفريق هذا بعد ما كنا سيناه في ليتوال. شنو رايك في انه يمشي للغرفة حتى بالاصل انه العوده لتونس؟ وجيك عادي قرار صائب. اليوم في الكوره ديما نحكيوا على الانتماء والجمعيه. شوف ثم حاجات اليوم خليهم على جنب. كشريدة ولي توال، كشريدة يحب النجم الساحلي، لكن زاد ثم مستقبله، ثم الانتريم تاع الملاعبي. كريم قال كلام مهم برشا، انه البطوله القطريه تبعد برشا على البطوله التونسيه، ولي كونديسيون اللي باش يلعب فيها مهم، كسوا تيرانات كسوا الظروف العامه الكل. فانت الى في لو بون شوا. الحاجه اللي لوموا عليها انه خلى لي توال اخر وقت، هذه الحاجه اللي لوموا عليها، لانك اليوم كنت نجم تكون حاسم في جيانك لي توال، خاطر انت اليوم لي توال تعرف اللي مستحق ري دروا قاعد معهم للاخر. عطات تطمينات في الاخر بكل عمل شوا قبل نهار من الماركاتو. هيئه النجم الساحلي كسوا اطار فني ولا اداره، انا وشوا اللي باش ياخذوه توا في ظرف 24 ساعه سويعات قبل تسكر الماركاتو. لهنا العيب الوحيد على كشريده انه ما كانش حاسم في قراره من الاول. من هنا خلوا لي توال في مشكل استاذ، الفريق ما عندوش ري دروا. لا انا ما نوافقش انيس، على خاطر هو ما عطاش كلمه لي توال، ما قالش اي. تعرف قداش انا عندي سورس، راه ما قلت لك حتى انا عندي سورس اللي هو انت ديما عندك السورس. والله بالحق اللي سورس نتاعك فيهم عليهم ساعات. والله اكيد ما عمرك ما تلقى سورس. انا السورس اللي عندي انا ومتاكد منها 100% انه كشريده مشى مع عبد النور لاخر وقت وتبعنا الموضوع الناس الكل. انا وعطى تطمينات لي طوال متر، عطى تطمينات لي طوال وقعد معهم الاخر، وكان ثم شوى اخر قبل كشريده وتم التخلي عليه. حاب نمشي معاك ابعد. انا باش نقول لك شنو السورس نتاعي. انا قريت ستاتيو نتاع واحد من القراب للاطوال يحكي على كشريده كيفاش يمشي يعطي البلوس وكذا. كلمت شكون من اللجنه القانونيه اللي اونتر جيمي يعملوا صيغوا العقود هذوما، ويحكي قال لي لا راهو جوسكا ساتور سي ما عندي حتى انفورماسيون على وجدي، وراهو حتى كي يحكي مع زبير وجماعه قال لهم لا راه مازال ما ثم شيء. لا حكي معاهم ومشى معاهم وكانوا هما ماشيين في شوارع. خلينا نقول لك حاجه معاه نحكي لك انا اللي لاهين بالعقود. قال لي راهو الى حد الان ما قالوا لناش سي بون بالنسبه لوجدي ما ثم شيء. سامحني انا كي نجيك ملول ينسكر يا نقعد نحكي معاك نقول لك سي بون باش نجي. اي ما كي جات ولا دوسي مسك هو ديجا واش نعطيك انا شوا. كانوا ماشيين في محمد صالح المهذ كي جات وافر تحفونا يقول لا تي تو رجعت انت متر قلت لي انت عندك السورس. قلت لك انا مش على الوفر تحفونا نحن نحكيو. قلت لك انا معاك شريده ياخو الديسيزيون يمشي قطر، لكن شرط من الاول تحسن ما تخليش جمعيتك لاخر وقت. علاش خلي انهم كانوا ماشيين في الشوا تاع محمد صالح المهذبي كاداره باش يشوفوا ري دروا. بيان نسالك سؤال بعد خل كشريده على الخط. دخل كشريده على الخط وعطى تخليو على محمد صالح المهذبي. نسالك سؤال هاي سيدي ما ثماش الغراف واللي طوال ما عطاتوش هو شنو هو طالب وما صححش معاه. شنو هي طالب؟ هو ديجا اللي طوال كان باش يرجع لها تو تسويت راه عامل عليه مزي، راه عطاتك باب اخر باش افاق اخرى. ما تنساش كشريده راه عنده مده عن ستيسيون تاع كشريده راهي خاطر كان بطل. هذاك علاش قلت له انا الماتر معناتها ليتوار باش تحل لك باب اخر يعني. عليه خاطر يمكن نجم يكون كي تربط اسم كشريده بالليتوار رجع له الروح دار خاطر لا تحب ولا تكره. ماهوش ناقص عوذ كريم نعرفوا الناس الكل الترجي كان مهتم. لا الترجي الترجي رسميا كان مهتم به. لا نسمع العروض تسمع الناس الكل عروض راهي ساعات عروض يمكن العباد تعرف انا نخرج عرض باش نسوق فيه. لا كريم وما فهمش منه. ما نحكيوش احنا على الكلام هذا، نحكيو انه مصدر رسمي من الترجي اللي هو وليد قرفيلة تكلم في اذاعه اخرى واكد انه الترجي كانت مهتمه بكشريده. قداش عنده يتكلم قرفيلة؟ عنده مده. قداش عنده يتكلم؟ لا نجاوب فيه قال لي ما فماش وكلام وبر. وفي البدايات راه ما كانش ثم عرض رسمي، كان ثم راي انه يتفقوا عليه فنيا انه كشريده يعاون في الاسبيرونس، دخلوا معه في نيغوسياسيون ولا حكاوا معه على المستوى المادي. العرض ما يكون رسمي انه يكون ثم عرض مادي باش نجموا نقدموا. اذا ما ثماش عرض مادي يعني ما ثم حتى شيء رسمي. اوكي انا مهتم بيك نحب عليك كلام وبر، لكن من بعد اعطيني العروض اللي جات لكشريده. اليوم جات الفريق تاعك النجم الرياضي الساحلي لو بروفوني كان جا عنده دي شوا اخرين كسوا في اوروبا ولا دي شوا سور لو بلان تكنيك نحكيو كوره. كشريده راهو عمل شوا في اوكرانيا ولا شوا في روسيا ولا دي شوا اخرين كرويين باش يقعد في المنتخب. رجعت ليتوال باش ترجع من بوابه ليتوال تحب ولا تكره. ليتوال اليوم راهي باش تعاود ترجعك ليكيب ناسيونال باش ترجع كومبيتيتيف باش ترجع في ظروف خير باش ترجع لعائلتك. هو قعد من بعد عمل شوان تاع الغرافه. انيس مثال خلينا نسالك سؤال، الغرافه انت كملت بالغرافه شنو رايك في فريق الغرافه؟ ليه احنا مثال جاوبني خاطر عندي علاش باش نسالك
شنو رايك في فريق الغرافة؟ بون ايكيب. تتخيلها معناتها سيغ ان كوتيت خذت كشريده، معناتها اليوم قاعده قالت ناخذ كشريده، اكيد راهو ثم. وعلاش ما خذوهوش من الاول؟ وعلاش خلاوه لاخر وقت؟ على خاطر تفاهموا في اخر وقت على الكونترا. يعني نيغوسياسيون دام شهر. لا مش شهر، معناتها ما نجموش نلوموا الملاعبي، مشى ربي. انا بيرسونيلمون رالي خذا ان تري بون شوا غيان كو تيرانيت. تعرف اش عملت انت توا؟ جيت حطيتني انا اللي انا لا ما حطيتش كشريده الى في لو بون شوا الغرافه. انا قلت عيب وحيد باش تعرف انا النقطه اللي حكيت فيها، قلت العيب الوحيد خلى جمعيته لاخر وقت. ما قلتش انا قلت لك حتى لو كان خلاها اخر وقت لا يمكن ان يلام. هذا هو لا يلام استاذ، لا يلام. انا نقعد معك تعطيني كلمه وبعد تجبد بيا اخر وقت اليوم اخر نهار في الميركاتو. انت تعطيتني كلمه نقعد بلاش مدافع ايمن يلام. شنو لا يلام؟ انت قلت تعطيتني كلمه، شكون قال لكم اللي اعطاها كلمه؟ ها قلت لك السورس نتاعي وانت مازلت ترجع مات. انت تحكي على الفيسبوك ونحكيك على سورس اوفيسيال. لا باقي انت ما سمعتش طر كلامي، قلت لك انا كي قريت ستاتيو كلمنا على الفيسبوك. باقي ريت ما سمعتش مع الهيئة كلامي. هو السيد هذا ريت كي ما سمعتش كلامي هو في الهيئه. قلت لك انا السيد هذا في اللجنه القانونيه اللي مع الهيئه. باهي انت حكيت كي كلمته قال لي ما فما شيء حكيت وقلت